أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة تحليل البيئة الوحدة الرابعة للنساء الطبية الميديكال بوليوتانس، ونواصل في مقاطع لشرح هذه الوحدة الملوثات الكيميائية والأدوية أو البايوكيميكال أند دراج بوليوتانس. هنا نعرف أن المواد والأمصار والأدوية التي تخلفها المختبرات والمستشفيات. كل سرير ينتج حوالي 6 كيلو جرام يوميا من النفايات الطبية، وتحتوي على 10 إلى 15% من النفايات المعدية. من النفايات المعدية، وهنا أهم شيء نعرف أنه في هنالك نفايات معدية. الملوثات العادية تنقسم طبعا إلى نوعين، منها ملوثات عادية وخطيرة. والملوثات العادية لا تشكل خطورة، يسهل التعامل معها، أما هنالك ملوثات خطيرة وتشكل المشكلة الأساسية بالنسبة للبيئة، وهي النفايات الباثولوجية باثوجينيك. باثوجينيك جاي من كلمة باثولوجي أو علم الأمراض. وملوثات خطيرة تشكل المشكلة الأساسية بالنسبة للبيئة، وهي النفايات الباثولوجية من الأنسجة والأعضاء، إفرازات الجسم أو السوائل المختبرية، وكذلك مزارع الجراثيم. إذا نرى هنا هذه الملوثات تنقسم إلى نوعين، واحد اللي هو العادية، واثنين هو النوع الخطير، وعرفناه هنا بشكل واضح. النفايات الخطيرة يتم معالجتها بصورة خاصة، إما بالحرق أو المعالجة الحرارية، وتخلص منها بصورة خاصة ولا توضع مع النفايات العادية. إذن النفايات الخطيرة هنا، النفايات الخطيرة لها معالجة خاصة ولا توضع مع المعالجات العادية، إما بواسطة الحرق أو المعالجة الحرارية، أو ما يسمى بالأوتو أوتو كليف أو ما يسمى بالأوتو كليف أوتو كليف. النفايات الدوائية هي مركبات كيميائية يمكن أن تتغير وتتحول إلى مواد سامة على صحة الإنسان والبيئة، حيث يتم معالجتها على إنها نفايات خطيرة. إذن الدوائية، النفايات الدوائية تعتبر خطيرة كذلك، وهي مركبات كيميائية يمكن تتحول إلى مواد سامة، ولهذا تعتبر من النفايات الخطيرة. هنا نرى في هذه الصورة بشكل واضح الملوثات، إبرة ملوثة بسوائل حيوية زي الدم أو البلد، وهنا أيضا الأدوية نرى بشكل واضح عندما تنتهي وتحول إلى مواد سامة وهذه خطورتها. وبهذا نصل إلى هذا المقطع الذي يتناول الملوثات الكيمو حيوية والأدوية مسموها بيوكيميكال ودراج، ونواصل في مقاطع أخرى إن شاء الله.